مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. دونك اليوم النهار الثاني وفيه بالنسبه للتوانسه، وتوا باش نحكيو على المفاجآت اللي صارت. باش نعطيكم زاد النهار الثالث شنو هو البرنامج نتاعو. النهار الثاني وفيه وما نجموش نتعداو عليه من غير ما نحكيو على اكبر مفاجاه ممكن من بدايه الالعاب الاولمبيه، وهي احمد ايوب حفناوي. ايوب حفناوي شرفنا وشرف تونس، وخلينا نسمعوا نشيد الوطني البارح الاربعة تاع الصباح. الحقيقة كانت حاجة متميزة، أول ميدالية ذهبية تونس في الألعاب الأولمبية، وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة. أحمد أيوب حفناوي عنده 800 متر في الأيامات الجاية، أتو نعطيكم وقتاش بالضبط وقت اللي يجي النهار هذاك، وإن شاء الله يا ربي يكمل ينورنا مرة أخرى. Can't believe that. It's amazing. I feel better in the water this morning than yesterday. And that's it. بخلاف احمد ايوب حفناوي ممكن لاحظنا انه البارح نتائج كانوا مفاجئات شويه، يعني اللي توقعنا منهم التالق هما اللي خيبوا شويه امالنا. ايناس بوبكري تخرج من الدور الاول بهزيمه قاسيه شويه 15-3 في الاسكريم، ممكن صارت مشكله، ممكن عندها اصابه، ممكن ما نعرفش شنو هي بالضبط الوضعيه اللي خليتها تخسر بالشكل هذا. لكن على كل إنس مبكري تخرج، والمفاجأة الأكبر حسب رأيي اللي هي أنس جابر تخرج من دور الأول. أنا توقعت وحسب من يفهم أنه أنس جابر رمت المنديل وما ينهيش أنها تكمل في الألعاب الأولمبية، وما كانتش ممكن موتيفي. نعرف الكل فما اليوس أوبن باش تكون في أوت قريبة، دونك ممكن تحب ترتاح، تحب تاخذ راحة ما بين ويمبلدون وما بين اليوس أوبن، ما نعرفوش. انا ذا هو تفكيري على الاقل، لكن خساره بالنسبه للأنس جابر مش متوقع على الحقيقه. نعرفوا اللي لعبت كومبترها نافارو مازالت كي رجعت تلعب مره اخرى، ما توقعتش انه باش تخسر، لكن أنس جابر تغادر الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله في اليو اس اوبن بالطبيعه باش نتبعوها ونتفرجوا فيها، وان شاء الله تشرفنا في المسابقه هذيك. نعطيكم توا البرنامج نتاع الليله وشنو عندنا الليله يستنى فينا. دونك عندنا الاسكريم الليله، عندنا تبارك الله معناها اربعه رياضيين في الاسكريم. عندنا ياسمين بن دخفوس هذيا عمرها 21 سنه، الترتيب نتاعها في العالم 74، تلعب اليوم دور 32 مع ماضي ساعه نتاع الليل. كيف في الاسكريم زادا ناديه بن عزيزي ترتيبها في العالم 26، عمرها 19 سنه كهو، هذيا ممكن يكون عندها مستقبل كبير وكبير برشا. علاش ليه تنجم تعمل مفاجأة في الألعاب الأولمبية هذه؟ نعرف المفاجآت كثرت هالأيامات. نادية بن عزيزي تلعب كيف مع ماضي الساعة بنفس التوقيت دور 32. أميرة بن شعبان هذيا مخضرمة عمرها 31 سنة، ترتيبها 31 في العالم، تلعب دور 16 متلعبش دور 32، مع ماض 3 و10 دقايق. في الرجال توا عنا المخضرم زاد كيف محمد السامندي 34 سنة، ترتيبه في العالم 37، يلعب مع الأربعة والسبعة دور 16 ضد الياباني شيكيني. أكيد بدك تبدأ من دور 16 يعني عندك ديما أفضلية، والمفاجأة قائمة. شوف مديما حكاية فيها أدوار كما في التايكواندو، كما حاجة هكا مديما حاجة فيها أدوار وتنجم أنك تترشح، فالمفاجأة ديما باش تكون قائمة وتنجم تفاجأ مرة واثنين مش بعيد برشا. يعني نعرفوا أنه تأهل مرتين تلقى روحك تقريب في الزون متاع الميداليات، لذلك علاش لي نشوفوا مفاجأة كبيرة في الإسكريم بعد ما خيبونا شوية وممكن سارة بسبيس وإنس المبكري. في رفع الأثقال عنا نوهيل أندولسي أقل من 55 كيلو، عمرها 23 سنة، باش تشارك بطلة إفريقيا، نتمنى لها التوفيق. كانت لعبت قبل في بطولة عالم للأصغر وكانت عملت نتائج باهية، المرة هذه باش تلعب في نيفو عالي وعالي برشا. ما نعرفوش شنو نجمو نتوقعو بالضبط، ولكن من نجمو كان نتفرجو ونتبعوها. هذيا نلقاوها نص النهار غير ربع، يعني غدوة تقوم تتفرج على روحك في نوهيل أندولسي. قبلها في السهرية نلقاو عنا في جودو أقل من 57 كيلو في النساء غفران خليفي، ماض 3 تلعب دور 16 ضد لعبة بلغارية. كيف زاد ديما نقول مادام فما أدوار ديما مفاجأة قائمة ومفاجأة ممكنة. والحقيقة خليل الجندوبي
وحفنوي يعطونا امل، ونحس بانه اي رياضي تونسي ممكن اعطاهم له هما زاد الامل انه هما ينجموا يوصلوا حتى لو المستوى ماهوش اقرب حاجه، حتى لو ما همش في احسن تحضيرات، اما ينجموا يوصلوا ينجموا يعملوها كيما عملها خليل جندوبي وكيما عملها الحفنوي. علاش لا نشوفوا ميداليات اخرى بالنسبه لتونس اللي هي حتى الان هي البلاد العربيه الوحيده اللي خذت ميداليات في الالعاب الاولمبيه هذه. بعد عنا في البوكس مع نص نهار ونص وزن الريشة انسي، ثم النهائي خلود حليمي ضد لعبة يابانية. خلود حليمي ترتيبها 16 في العالم، عمرها 31 سنة. علاش ليه؟ هل انه قادرة انه تعمل مفاجأة وانه تخرج لنا بميدالية واحدة اخرى؟ اكيد هي قادرة واكيد باش تحاول ما عندها وباش تحاولوا انها تجيب لنا الميدالية بالنسبة لتونس. نكملوا بالالعاب الجماعيه كالعاده، وعندنا الفولي تونس ضد فرنسا مع 8:25 دقيقه نتاع الصباح. كالعاده ما نحطوش امال عاليه، صعيب شويه انه الفولي نربحوا، ولكن ديما في الفولي ماذا بيك تقلق تقرب شويه في السكور. والنيفو قلنا عليه انه النيفو بعيد برشا على المستوى العالمي، نتمناو انه اكيد نقدموا احسن ما عندنا، ولكن ما لازمناش زاد نعلقوا امال كبيره وكبيره برشا. اما عندنا تونس فرنسا 8:05 نجم تقوم الصباح تحط تفرج على روحك ومن غير ستريس من غير حتى شيء، فنتفرجوا انه نحاولوا نقارعوهم شويه ونحاولوا نلعبوا شويه ضد الكبارات هذو نتاع الفولي، حاجه تكون حلوه وحلوه برشا بالنسبه للرياضه التونسيه. دونك هذا هو كان بروجرام غدوه، وهذا هو كان الملخص نتاع البارح زاد بالنسبه للالعاب الاولمبيه. تونس حتى التوا في ثنيه صحيحه، وتونس حتى التوا ماشيه، ممكن نعملوا اكبر حصيله نتاع ميداليات في العاب اولمبيه واحده على مدار تاريخنا، هذيا بوسيبل وبوسيبل برشا، ونتمنوا ان نشوفوها تصير. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو، اذا عجبكم اعملوا لايك اعملوا سبسكرايب باش تشوفوا الفيديوهات الجايين، ونتقابلوا في فيديو جاي. باي باي.